الانترفيو. مرحبا بكم انتم مسؤول وزراء سابقين زاد كيف كيف حكومه البيجي قائد سبسي تنحكيو شويه اخر على الحكومات. مرحبا بك سي مهدي اول مره بحثنا في كاب اف ام. اي اول مره في كاب اف ام هاك دي تعمل فسيحة ما جاتنيش الفرصة باش نجي نزوركم وقت اللي كنت وزير وما جاتنيش الفرصة كي راحت وقت اللي كنت وزير ما كانتش في كاب اف ام دونك مازالت ما كانتش وقتها ما كانتش ايوه. مرحبا بك مازالت صباح الخير كل مستمعين كاب اف ام وشوية ماخر ان شاء الله كل عام وهم حيين بخير وتونس بخير ان شاء الله. على كل حال احنا مازلنا ما عدناش عيد صحيح راه في تونس ماذا بينا نعيد عيد في تونس تعدي المرحلة الصعيبة هذه وبربك تسمح انا نحب معناها نصلح حويجه انا مانيش داخل في السياسه ومانيش داخل في اي حزب وانا مساند صاحبي وشديقي السيد العادي من اول نهار معناها خاطر هو طلع بمبادره يحب يوحد الاحزاب الديمقراطيه الكل خاطر كان ما يوحدهمش وكان ما نجموش يتوحدوا معناها ما يبداوش قويين باش ينجموا يخرجوا تونس من الازمه هذه وفي الامور هذه معناها مساندوا. قال لي كي جاي خارج من الجمهوري راك انت بقيت في الجمهوري خرجك معايا. قلت له قايد خرجني. اما انا من نهار الاولاني معناها كي خرجت من الحكومه نتاع سي الباجي قايد سبسي قلت السياسه ماهيش ماتاس دو كابوتشينو وانا راجل عمال النجم معناها نكون مشاريع النجم نخدم عباد اما السياسه ما نفهمهاش وما تفهمنيش. كيفاش سياسة وزير ما فهمش السياسة هذه جديدة لا والله مهدي مودست خاطر كي كان معنا في حكومة كنا فرد فريق مهدي وانا كنا فرد فريق مع سي باجي قايد سبسي وحكومة سي باجي قايد سبسي اللي كانت حكومة تكنوكرات والهدف نتاعها كانت سياسية نجم تقول النهار الاول كي من بعد ما عدينا اربع اسابيع مع محمد غنوشي ومحمد غنوشي عيط لنا مهدي حواس وانا الاهداف نتاع حكومه سي باجي قايد سبسي كان واضح من النهار الاول قلنا اولا نرجعوا الامن مش كيف قبل في البلاد ثانيا لازم ننظموا انتخابات وحددنا نجموا نرجعوا على الباراليليزم بالوضعيه الحاليه اللي في البلاد ننظموا انتخابات شفافه نزيهه في افضل ظروف وفي مناخ اللي خلينا ننظموا انتخابات وثالثا وهذا كان دورنا مهدي انا وغيرنا في حكومه سي باجي قايد سبسي كل الخبراء من بعد الثوره كانوا يقولوا اللي الاقتصاد نتاعنا مش ينهار وكانت الهدف نتاعنا مش اولا نحضروا الارضيه للحكومه اللي تجي من بعد الانتخابات اللي عملناه مع تحضرنا برنامج مع جلول عياد مع مهدي حواس مع والوزراء الكل دي زيكسبير وزراء معناتها اللي يولي وزير باقي يتخلف في السياسه ما ثماش اولا هذيك اون ايفيت مش ليكونومي نتاعنا نو سيفوندر سكون ايسي دو فيغ وظهر لي عملناها في على الاقل عملناها بكل ضمير وقلب وعطينا اللي كان ممكن باش نعطيه في المرحله هذيك خدمنا بلادنا لو كان نعملوا ان بتي فلاش باك نرجعوا عامين التالي احنا اليوم 20 او 2013 20 او 2011 سيتياسيون ايكونوميك نتاع تونس كانت خير كانت لا موش خير هيت نحكيو على السياحه ساعه سؤالك صعيب مش صعيب لا صعيب عليك عندك حاجتي كي تحب تشوف على سيتياسيون عندك المستوى وعندك لابونت في المستوى وفي البونت يظهر لي كانت الوضعيه كانت خير عامين التالي هاني توا بالرغم من خارجين من ثوره بالرغم انه ما فماش كانت ستابيليتي كيف ما توا كما يدعيوا اكثر من خارجين من ثوره راهو خارجين من ثوره وفما حرب في الحدود نتاعنا معناها احنا ناسين حاجه كبيره ياسر معناها الحرب في ليبيا اثر علينا برشا معناها اثر في السياحه اثر في التجاره اثر في برشا حاجات ونجمنا رواحنا وخرجنا من كل الفتره الصعيبه وخرجنا منها خاطر عاودنا عطينا ثقه في الشعب التونسي هو المشكله اللي واقع الوقت الحاضر التونسي المواطن بسيط ما عاد عنده ثقه في حتى شيء ما عادش عنده ثقه في روحه ما عادش عنده ثقه في المستقبل ما عادش عنده ثقه في المؤسسات ما عادش عنده ثقه في السياسه يلزم في اقرب وقت رجعوا الثقه هذه وباش رجعوا الثقه هذه يلزمك تعطي رؤيه معناها وين ماشي البلاد وين ماشي البابور تونس وين منهزوا فيه اعطيني وين باش تهزوا
وتمني اللي انت عندك الكفاءات باش تنجم تهزه غادي وقتها كل واحد باش يولي يحط اليد في اليد ويدور العجله ونخدمه. مادامك ما تمنش العباد، مادامك ما رجعت لهمش الثقه في رواحهم والثقه في المؤسسات الكلها، معناها البلاد قاعده طايحه وماشيه في الهواء. ناخذ لك حاجه واحده، معناها الرشوه اللي هي معناها اساس نتاع الثوره، حسب رايي معناها مشيت في حكم باجي قايد ستي تو راجع ومام انكور بلوس، والعباد الكل تحكي عليها. علاش؟ خاطر ما عادش عندنا ثقه في حد شيء، وهذه مش معقول. هذا مش معقول اليوم. انت تقول هذا، ولكن اليوم في التوريزم باغ اكزومبل، هيك ناخذوا ان كا كونكري. التوريزم نعرفوا بانه دوب ما خذيتوا حكومه سي محمد الغنوشي ولا حكومه باجي قايد سبسي، عملتوا لي كومباني لبرا في الاوروب وحاولتوا انه على الاقل تلمعوا صوره تونس وطمنوا السياح. يعني في 2011 نحسوا كان اكثر في عندنا توريزم من اليوم، يعني ما فماش دي توريست كنت تحوسوا في حمامات في سوسه في بنزرت، ما فماش في ليبول نحكيوا على الاقل توريستيك. حتى السياحه الداخليه اليوم متراجع، حتى التونسي ما عادش يساميش بلو كما فون. هذا راجع لشنو؟ قله تقصير من وزارات الاشراف، والا يمكن لا سيتوياسيون اليوم اي دوفونو تيلمون كريتيك ما نجموش نلقاو هكا حل ولا مخرج للضمان السياحي. انا حسب رايي لا سيتوياسيون كريتيك، خاطر الوزير الحالي انا قابلته انسان طيبه، معناها ينجم يعمل اللي ينجم يعمل، وكان سيتوياسيون معناها متعاونوش اش تحبوا يعمل. انا نتفكر وقتها حبينا نعملوا دي كامباني، اول كامباني حبيت نعملها 14 فيفريي 13 فيفريي يخرج في الاخبارات نتاع اوروبا كامله لامبيدوزا. مش تحب تعمل بعدك تجي تعمل كامباني اخرى حرب في ليبيا ايتترا ايتترا، لازمك ديما معناها تحارب باش كل الموفيز نوفيل ترجعها اون بون نوفيل. اما الوقت الحاضر صعيب شويه، وان بلوس احنا السوق الأولاني متاعنا هو سوق فرنسا، وصاروا دي كامباني ميدياتيك قوين في فرنسا، معناها عاطين صورة مكحلة على تونس اللي هي ماهيش حقانية، زاد لازمنا نقولوها، معناها سي با لا تونيزي اللي يعيشوا فيها. دونك كي تحط تشكل هذا مع هذا، معناها تخلط السيتواسيون نتاعنا اللي سيتواسيون تشكى منها العباد الكل وماهيش باهيه، وتونس تستاهل خير من هكا. لو كان كنت وزير سياحه تو كنت تعمل خير الحقيقه. انا نذكر خاطر مادي مودست تفكر لي بروميي كونساي دو مينيستر اللي كنا بعضنا، ما كنتش نعرف مادي قبل ولا صاحبي وصديقي، عمرنا ما تاتش باش تلقاو قبل ما نكونوا فرد حكومه. ايوه كان يقول لي زوبجيكتيف الاهداف نتاع مهدي كوزير السياحه، كانوا وقت يقولوا عمل 50% من الموسم اللي نتاع العام اللي قبل اللي وصل 80% هكا معناتها، وباقي الناس تنسى معناتها. كان معناتها حتى النتائج نتاع مهدي حواس كوزير السياحه حسيناها في 2012، معناتها حتى 2012 النتائج معناتها نقولها في وجهه، معناتها حتى الموسم السياحي لا موسم السياحي 2012 هي قالها حتى الياس في حقه قالها. واليوم كي نحب نركز على النقطة اللي قال عليها مهدي، هي أزمة الثقة اللي وصلنا لها اليوم. أزمة الثقة هي اللي كيفاش تحب ترجع السياحة، كيفاش تحب ترجع الاقتصاد، كيفاش تحب ترجع النمو، كيفاش تحب ترجع الاستثمار في البلاد، كان ما ثماش ثقة وكان ما ثماش رؤية واضحة فيما يخص مستقبل البلاد. إنجازات الحكومات نجم نقولوا، هو حتى سي حمادي جبالي كي يقدم استقالته ولا قبل ما يقدم استقالته استعرف اللي حكومته فاشلة. اليوم كي نشوفوا رقم سيادي نتاع تونس، حتى معناتها واحد يتأسف وصلنا البي الأسبوع الفارط معناتها افيك اون توندونس تري نيجاتيف. شنو من الانجازات كي نشوفوا فيما يخص العنف، فيما يخص الارهاب، فيما يخص المشاكل الاجتماعيه، فيما يخص المشاكل الاقتصاديه، فيما يخص حتى المسار معناتها من بعد عام ونص عامين بريسك نهار في اكتوبر مش نوصلوا عامين من اللي صاروا الانتخابات، مازلنا ما عندناش تاريخ انتخابات، مازلنا ما نعرفوش وقتاش باش يكمل الدستور، مازلنا معناتها فيما يخص المديونيه نتاع البلاد قاعده ماشيه تكبر ولا سي دي بري على كونسوماسيون هذو اللي قاعدين يعملوا فيهم بور بوكلي لي فان موا نتاع الدوله. معناتها اليوم يظهر لي مطالب نتاع المعارضه بصفه شامله، مش كان المعارضه حتى لو تي كا وحتى لو جي تي تي وحتى كل
خبراء اللي خارجين من السياسة اليوم كلهم طالبين حكومة انقاذ وطني، خاطر بلادنا ما عادش تتحمل الوضعية هذه، والشعب هو اللي ما عادش يتحمل الوضعية هذه. كان كملوا في التمشي هذا يظهر لي عندنا خطورة كبيرة على البلاد. يظهر لي وقته اليوم مش الحكومة هذه والترويكا، معناتها اللي نذكر ان نعتبر الانقلاب على الشرعية جاية من الترويكا، خاطر كان هي كملت مهمتها بعد عام. التزام سياسي، التزام اخلاقي، التزام حتى هما بيدهم استعرفوا بيه بعد قبل الانتخابات ومن بعد الانتخابات. واليوم معناتها الكلام هذا على الشرعيه وعلى نكملوا نحكيوا فيه بعد شويه بعد الاخبار. ولكن نفس السؤال اللي طرحته من قبليك للسي مهدي، لو كان ما زلت وزير تشغيل اليوم كنت نجم تعمل اكثر انتود معناها نتاع تاع امباش اكثر من اللي موجود اليوم، ولا باش تقول لنا كي سي عبد الوهاب معطر وزير تشغيل اسمه متى تشغيل؟ شوف نجاوبك انا نقول لك شوف احسن هي معناتها الانجازات هي انجازات الحكومه. يظهر لي حكومه وعقليه حكومه سي باجي قايد سبسي كانت تعمل خير من الترويكا بدون اي شك، مش مهدي ولا سعيد ولا غيره اللي هو كفرد ولا كوزير، سوني با ان ترافاي انديفيديوال، سي ان ترافاي كوليكتيف. معناتها يظهر لي غيرمون معناتها كان غادي وين معناتها سي باجي قايد سبسي لو بلو غران معناتها بو موا لا بلو غراند ريوسيت نتاع سي باجي قايد سبسي كرئيس الحكومه اللي خلانا اولا نعطينا المسؤوليه وثانيا خدمنا كفريق. كفريق وانا مع مهدي مع جلول عياد مع عبد الرزاق زواري مع الوزراء الكل معناتها كلنا خدمنا كفريق. وحتى كان توحنا في شهر اوت في شهر سبتمبر عملنا شهر التشغيل والتنميه الجهويه، كان ذكروا في شهر سبتمبر 2011 ما كانتش وزاره التشغيل وحدها، خدمنا حتى مع وزارة الدفاع مع سي عبد الكريم الزبيدي مع السياحة كل معناتها، وكانت غيرمون ان ترافاي ديكيب في مصلحة على الأقل في مصلحة البلاد في المرحلة هذيك الحساسة. على كل حال احنا حديثنا مازال متواصل معاكم، ولكن الكلمة توا باش تكون لي فريق الأخبار وجيه النمر يجيكم في آخر أخبار تونس والعالم موجز 9:30 على كابا فين، ثم نرجعوا نواصلوا حديثنا مع ضيفنا لليوم الوزراء السابقين في حكومة البيجي قايد سبسي سي مهدي حواس وسي سعيد العادي. دو غوتور في كابوتشينو مادونا لا إسلا بونيتا توصلنا ل 49 دقيقة. مرحبا بكم مجدد في كابوتشينو، نكملوا معكم حتى ال 11 متاع صباح. ضيفنا اليوم في الانترفيو سي سعيد العايدي وسي مهدي حواس، مرحبا بكم مجدد. سي سعيد التيار الجمهوري هذايا شوفوا نعرفوا نذكروا من بعضنا الأزمة الحزب الجمهوري وكيف كيف أنه أفاق خرج، ومن بعد قعدنا نشوفوا هل لوكوران الآخر بشي يلتحق بأفاق ولا بش تصير حكاية أخرى. فجأتنا أنت وسماهر حنين وعديد من القياديين، هاو سمادي قال لك أنا خاتيني مش معاكم تبرأ منكم معنا يساندنا معنا قلت مش معهم قلت نساندنا طيار الجمهوري هذايا اليوم حابين نعرفوا ساعة هل هو طيار أصلاحي داخل الحزب الجمهوري ولا طيار لا خرجنا من حزب الجمهوري بصفة واضحة، خرجنا من حزب الجمهوري والتمشي متاعنا منذ البداية ما تغيرش، نقولوا قعدنا في دال بتقويلات البرانسيب والمبادئ اللي خلتنا تلاقينا بعد الانتخابات في حزب الجمهوري. أسف ما صارت خلاف أولا سياسي مش خلاف سياسي مع القيادة اللي قاعدة اليوم في حزب الجمهوري، نتمنى لهم التوفيق مثلا. أما احنا التيار الجمهوري منذ البداية كنا كيف ما ذكر مهدي قبيلة توحيد القوى الديمقراطية التقدمية ومش خليه زادة حتى اللي نعيطوا لها ترانزيشن جينيراسيونال نحضروها للمرحلة القادمة، خاطر نأمنوا اللي ما ثماش كان الانتخابات الرئاسية اللي عندها أهمية، ثم زادة الانتخابات المحلية غدوة وثم الانتخابات التشريعية، ولابد مش تبدا عنا رؤيه واضحه فيما يخص كيفاش توقع تونس في 2020 2025، مش رجعوا الثقه، مش تبدا رؤيه واضحه للمستقبل ويبدا جيل زاد جديد يشارك في العمل السياسي مصلحه المواطنين مصلحه البلاد، وهذاك هو المبادئ اللي خلتنا نتلقاو في تيار الجمهوري. معناتها ما احناش اوني با ان كورون اللي باش نكونوا حزب من التيار الجمهوري، اما نحبوا نساهموا ونحبوا نسهلوا توحيد القوى مش للمعركه الانتخابيه القادمه برك، اما حتى للمستقبل البلاد، ويبدا جيل يخدم
فيما يخص بمعنى اليوم التيار الجمهوري هو حزب يعني مستقل، هو مش حزب، هو حركة. لا لا لا، حركة أول حاجة عملناها دخلنا في جبهة الانقاذ مع التيار الجمهوري. هو في جبهة الانقاذ خاطر نأمنوا لبلادنا في حاجة لحكومة انقاذ وطني، ونأمنوا زادة اللي المجلس الوطني الأساسي يتحمل مسؤولية في الأزمة الثقة وأزمة الأخلاقية اللي عايشينها اليوم في البلاد، معناتها بدون أي تحافظ مدينة في الوثيقة متاع جبهة الانقاذ. بعد اليوم قاعدين مشاورات مع شخصيات، مع أحزاب أخرى، من المسار، من نداء تونس، من مكونات من الوطد، من حزب العمال في الجبهة الشعبية. واحنا من ميناجغاو كان فوق، مش اولا امنوا لجبهة الانقاذ تنجم ولازم تكون اولا تواصل العمل حتى بعد كي تتكون حكومة انقاذ وطني، خاطر انا متأكد اللي مش تتكون حكومة انقاذ وطني، خاطر هذه كاي مصلحة البلاد، ومن بعد مش تكمل العمل للاستحقاقات نتاع المرحلة القادمة، مش الاستحقاقات الانتخابية برك، اما الاستحقاقات نتاع مقاومة الفقر، مقاومة مش نجم الاستثمار يرجع في بلادنا، مقاومة العنف ومقاومة الارهاب في بلادنا لمصلحة البلاد. اليوم امام الاستحقاقات هذه التيار الجمهوري معناتها ماهوش، معناتها ما نخرجوش من حزب باش نعملوا حزب حزيب كيف ما نقولوا، معناتها ماهوش هذاك الهدف نتاعنا، معناتها الهدف نتاعنا مش نقربوا لرا، ومش تكون الجبهة هذه اوسع جبهة ممكنة، ويبدا برنامج واضح زاد للسنوات اللي قدام. الجبهه هذه هي تراهن برشا على الاتحاد من اجل تونس، ونذكروا بانه بمجرد يعني قبل ايامات من الاستقاله نتاعكم اكدتوا في كل مره على انه الاتحاد من اجل تونس هو لابيل التيرناتيف، يعني انتخوتر هذا اللي تعتقدوا فيه اليوم. هل الاتحاد من اجل تونس اليوم كان قادر على استيعاب مسار في البلاد من 25 جويليا الى حد اليوم 20 اوت؟ بعد 25 جويلية تكونت جبهة الانقاذ، هي أوسع من الاتحاد من أجل تونس. من أمنه وإحنا عائلتنا هي الاتحاد من أجل تونس بدون أي شك، ماذا في التيار الجمهوري، والتمشي متاعنا نعودها مش لا طموحات شخصية، لا طموحات متاع معناتها طموحات للعائلة السياسية متاعنا، ومش نشحوا اولا المرحله الانتقاليه، ونهتموا بالمشاكل الحقيقيه نتاع بلادنا اللي قاعدين عايشينها اليوم. هي ولات للاسف الشديد ولينا اليوم في حاجه لبرنامج عاجل لمقاومه الفقر في بلادنا، باضافه لمقاومه الارهاب والعنف اللي قاعدين عايشينه اليوم. لهذا مع توحيد القوى التقدميه اللي نشوفوها كضروريه للمرحله القادمه، جبهة شعبية للاتحاد من أجل تونس بدون أي إقصاء. ما احناش احنا في التيار الجمهوري مش نكونوا حزيب كيف نقولوا لطموحات شخصية، معناتها ما هذا التمشي هذا مهدي، معناتها كنا في نقاش وكنت في نقاش معه من بعد الانتخابات، بدينا نحكي وقابلنا حتى سي الباجي مشينا له انه مهدي في المرحلة هذيك. التمشي متاعنا كان باقي توحيد القوى هذه ل تكوين ظروف نتاع التداول على السلطة للمستقبل البلاد. اليوم سي مهدي وقت اللي نشوفه بأنه بعد الأزمات هذه اللي مرت بها تونس، هل اليوم الطبقة السياسية ولات أنضج في تقديرك بأنها تخدم على المصلحة الوطنية قبل المصلحة الحزبية؟ هذاك احنا اللي حبوه. أما ما زلنا بعد شوية، ما هذا كان اللي قربني من نهار الأولاني السيد العادي، معناها يلزم طموحاتنا تبدأ مصلحة البلاد قبل المصلحة الشخصية، خاطر وكان البلاد معناها ما تقفش على سبيقاتها ما عندك بتعمل فيها. يلزم أول حاجة نخرج من الأزمة هذه، ومن بعد كل واحد معناها باش يجي يوري البرنامج متاعه، يوضح الرؤية متاعه، وقتها تنجم تختار وتقول هذا خير من هذا، ولا هذا عندي ثقة فيه أكثر من هذا. أما في الوقت الحاضر معناها اللي عنده طموحات شخصية غالط في روحه، خاطر البلاد قاعدة بأزمة معناها عمري ما ريتها في سيتواسيون تري 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 كريتيك، ويلزمنا نخرج منها في أقرب وقت. والحاجة
اللي حاب نقولها معناها يلزمنا نخرجوا منها معناها على طريق ديمقراطي على طريق معناها مش كما اللي صاير في مصر معناها يلزم في أقرب وقت معناها تبدا عندنا تاريخ الانتخابات يلزم في أقرب وقت تبدا تشكل حكومة كفاءات وطنية باش تطمن المواطن التونسي البسيط اللي صاير باش نعاودوا نرجعوا للسيتواسيون بوكو بلو نورمال ويلزم بعد كل حزب يوضح الرؤية نتاعو والبرنامج نتاعو ما نرجعوش نعملوا الغلطة اللي عملناها في 23 اكتوبر معناها انتخابات باش نعملوا دستور بعد قريب عامين الدستور متعملش ومازلنا معناها العجلة تدور في الفارغ هذا يلزمنا معناها نتفكروه سمعت انا برشا حاجات و ملي صار اغتيال شهيد محمد ابراهيمي كيفاش في بلادنا معناها ما نتوحدوش وكي يصير اغتيال المشكل مش هذي معناها وكان نحب ان نعمل اون كومباريزون مع بلاد في اوروبا ولا في العالم المتقدم ونقول الازمه اللي قاعدين نعيشوا فيها هي ازمه اللي عاشتها عم ناول اليونان ولا ايطاليا معناها الشعب خرج وقال يزي هزيتنا في حيط ماذا بينا معناها توضحونا الامور دخلتونا في حيط وماذا بينا معناها تخرجونا من الازمه هذه في اقرب وقت وحسب راينا يلزم معناها كفاءات يجيوا يقوموا بواجبهم باش الانتخابات تصير في اقرب وقت ومعناها انتخابات نزيهه شفيفه و جوستومون اليوم هي لافوي دو روت هي المطلب اللي تقريبا المطلب السياسي والمطلب الشعبي ولكن اليوم ما كيفاش نجمو نعملوا فوي دو روت وقت اللي نشوفوا بانه في اشك فوا حركه النهضه ندخلوا وشركائها في الحكم كيف بنستثنيوا التكتل اما نشوفوا في كل مره ندخلوا في حوارات الحوارات هذه تكاد تكون عقيمه ساعات نرجعوا لما قبل المربع الاول اليوم شنو هما لي غارونتي اللي يلزم ناخذوهم كمجتمع مدني كاحزاب سياسيه من حركة النهضة ومن غيرها اليوم الترويكا اللي موجودة في الحكم من انه الحوار الوطني اللي اليوم قاعدين فما برشا البارح لقاء بين حسين العباسي وراشد الغنوشي كيف اللقاء الشهير اللي كان في باريس بين سيلباجي قايد سبسي والاستاذ راشد الغنوشي واللقاءات الاخرى والبارح كيف رئيس المسؤول التأسيسي ورئيس الجمهورية المؤقت تقابلوا قالوا باش يعملوا حوار وطني غير مشروط واليوم منتظر بانه 17 رئيس حزب يتقابلوا اليوم مع رئيس الجمهورية للاستماع وللتشاور واللي بدأ جولة جديدة من الحوار الوطني كيفاش نجمو نعملو اليوم سعيد باش ما تكونش هذه جولة إضافية في حوار الوطني ويكونوا حقيقة يكون حوار صحيح موش حوار الترشين كيف ما احنا مع الحوار مع الحوار الحقيقي كان نرجع حتى التوى من اللي صار من 23 أكتوبر قبل 23 أكتوبر حتى اليوم فيما يخص الحوار أو الحوار اللي صار في وفق متاع نهاية الشرعية 23 أكتوبر اللي غادر ولا اللي ما جاش حتى لميدة الحوار هو حركة النهضة وسيبير بعد ما صار الاغتيال متاع شكري بالعيد هو جاي بعد أحداث سليانة زادة اللي حتى اليوم مازلنا ما نعرفوش حقيقة اش صار في سليانة ومن بعد أحداث اللي قدام الاتحاد العام للشغل نهار 4 ديسمبر حمد جبالي استعرف سيد وزير الأول حمد جبالي استعرف فشل حكومته صار حوار مدة شهر يمكن مش تتكون حكومة علي العريض السؤال الحقيقي هل منذ انطلاق حكومة علي العريض هل الوضعية تحسنت ولا يظهر لي معناتها التقييم واضح معناتها الامور سواء على مستوى الارهاب، مستوى الامن، مستوى الاقتصادي، مستوى الاجتماعي، مستوى الثقه. الامور مش في الاتجاه صورتنا الخارج معناتها ما ظهرليش كان الامور قاعده تتحسن. بعد صار الحوار نتاع دار فيفا. قالوا وصلوا لوفاق اول قرار ولا اول خرجه في مجلس تاسيسي قال لك لا مانيش ملتزم بالحوار اللي صار في دار ضيافة يقول لي معناتها الحوار هذا مش هروب إلى الأمام معناتها كيف ما نقول هو مثل باللغة الإنجليزية يقول لك غلطني مرة عيب عليك غلطني مرتين عيب عليا
يقول اليوم المطالب نتاع شبهه الانقاذ واضحه، حكومه انقاذ وطني لا تراجع في المطالب هذا. فيما يخص المجلس التاسيسي اليوم يظهر لي المجلس التاسيسي فشل على كل مستويات وهز بلادنا لازمه ثقه وازمه اخلاقيه عميقه في بلادنا اليوم. لابد باش نخرجوا من المرحله هذه اللي من بعد عامين الانقلاب على الشرعيه هي الترويكا اللي قامت بها، هي اللي قائمه بالانقلاب على الشرعيه. ما عندناش حتى تاريخ انتخابات، والهروب الى الامام مش هالهروب الى الامام اللي مش خارج بلادنا بالازمه اللي قاعدين عايشينها، بل عكسا مش يهزنا الوضعيه اطعس اليوم دعوات حل. سامحني مش حتى على التاريخ، معناها ما عندناش المنظومه اللي باش تهزنا الانتخابات هذيك، ومعناها حتى التاريخ لا مناخ اللي يخلينا كيفاش تحب تنظم انتخابات في المناخ الحالي نتاع البلاد. معناتها وين كي تجي تشوف يقول لك سي علي العريض معناها انا نقترح انتخابات نهار 17 ديسمبر، ما ينجمش يقول نقترح انتخابات نهار 17 ديسمبر، الدستور مفيش، القانون الانتخابي مازال ما تعملش، لا هي ما تعملتش، كيفاش ينجم؟ وتوا كي تجي تحطهم واحد ورا واحد، احنا مهندس انا وسعيد ما نعرفش شنو هي جيستيون بروجي، معناها صعيب باش تدخل الانتخابات قبل مارس قبل مارس 2014 قبل مارس 2014 وكان تبدا اليوم. هذه الاورجونس معناها الاولويه الانتخابات هي بيدها، لازم المناخ زاد يخلينا ننظموا انتخابات. معناتها المناخ العام تاع البلاد اليوم مش نعمل انتخابات في الوضعيه هذه، الارهاب في البلاد في كل بلاصه الارهاب. وجوستومون اليوم اكثر حاجه تهدد زاد كيف المسار الانتقالي هو عدم حيادية الإدارة. اليوم نشوفوا بأنه الإدارة التونسية هناك تغول من حركة النهضة بالأساس، وقت نشوفوا بأنه فما 20 ويلي على 24 ويلي ينتميوا لحركة النهضة، نشوفوا فما أكثر من 150 معتمد ينتميوا لحركة النهضة، بالإضافة إلى مئات من العمد اللي كيف ينتميوا لحركة النهضة، بالإضافة إلى خلينا نقولوا عشرات تسميات في المراكز الحساسة لبوست كلي في الدولة التونسية. وهذا اليوم يعني يثير ألف نقطة استفهام. واليوم كيف ما نجموش برشا عبيد تقول نحل التأسيسي ونحل الحكومة ونسينا اللي الإدارة التونسية اللي هي اللي خلينا نقوله الكولون فيرتيبرال نتاع تونس اليوم. والتسميات هذا مازالت بعد اغتيال الشهيد محمد إبراهيم مازالت متواصلة في التسميات في الإدارة وفي على كل مستويات في الداخلية وغيرها. احنا عملنا كل ثقة في منظومة الأمن بتاع بلادنا مش تقاوم العنف وتقاوم الإرهاب، أما ما ثماش الإرادة السياسية ولا ثم الإرادة السياسية في الاتجاه المعاكس. معناتها اليوم يظهر لي المطالب هذم ما ثماش بعد زوز اغتيالات ثلاثة هما نجم نقولوا مع لطفي نقد اغتيالات سياسية في بلادنا، يظهر لي حان الوقت مش نمشيو لحكومة إنقاذ وطني، وكان جاي عندهم شويه وطنيه غير ما يقبلوا هالمطالب هذو نتاع مش كان الاحزاب السياسيه راهو حتى المجتمع المدني حتى الاتحاد العام للشغل حتى لوتيكا الناس كل معناتها تيغي لا سونيت دالارم فيما يخص وضعيه البلاد اليوم. معناتها مطلب عام وحتى الاعتصام نتاع باردو هو سلمي، معناتها كي نشوفوا 6 اوت 13 اوت مئات الالاف نتاع التوانسه من كل جهات من كل فئات نتاع المجتمع التونسي خرجت مش تقول انتهى، لازم اليوم نحطوا مصلحه البلاد ونمشيو للمرحله القادمه بحكومه انقاذ وطني متكونه بكفاءات وطنيه اللي توصل بلادنا اولا ترجع الامن ومقاومه الارهاب في بلادنا، تلتزم اللي ما تترشحش للانتخابات القادمه لمصلحه كل اطراف. كان حتى كي تجي تشوف حتى مصلحه الاحزاب مكونه نتاع الترويكا راه خاطر كان باش نوصلوا وضعيه البلاد تزيد تمشي في الاتجاه اللي قاعدين عايشينه اليوم باش نستناو اغتيال سياسي واحد اخر. مش اليوم كيف حياد المؤسسه الامنيه والمؤسسه العسكريه مطلوب، ولكن نسمع برشا اخبار بعد استقال الجنرال شيد عمار كيف الامن الموازي اليوم، هل امننا باش يكون جمهوري 100%؟ شنو لازمنا نعمل استاذ العادي؟ شنو هي الضمانات اللي لازمنا نعطيوها للامن اليوم؟ قوة الامن نعرفوا برشا رجال امن يعني فما برشا منهم يعني الناس وطنيين ويحبوا يخدموا بلادهم بقلب وراء. إرادة سياسية واضحة. هل معقول في بلادنا بعد عامين ونص بعد الثورة وعامين بعد الانتخابات يصير اللي صار في شعامبي؟ وين ذبحوا جنود نتاع الجيش الوطني نتاعنا اللي وقت الثورة هو اللي كان وقف لبلادنا،
هل معقول وكيفاش نجمو نقبلوه هذا بعد عامين معناتها فشل على كل مستويات معناتها اللي صار في شعبي واللي صاير كل نهار في شعبي اليوم ولا في في مناطق اخرين يظهر لي اليوم الاراده السياسيه مش موجوده لازم الاراده السياسيه نتاع حكومه اللي تلتزم في المرحله هذه مش تهتم بالمشاكل الحقيقيه والعاجله نتاع بلادنا مقاومه العنف مقاومه الارهاب وبرنامج عاجل ويوصلنا للانتخابات في افضل ظروف يظهر لي معناتها هذه الاولويه احنا عندنا كل ثقه في منظومه الامن ومنظومه الجيش الوطني نتاعنا مش تقاوم العنف وتقاوم الارهاب كان الاراده السياسيه تبدا واضحه بتعليمات واضحه ما ثم عندنا حتى شك اللي المنظومات هذو مزوز ينجموا يرجعوا بصفه عاجله الامن ويقاوموا الارهاب في بلادنا اليوم لا ستابيليتي على الاقل خلينا نقولوا في النيفو نتاع الامن هل انها تنجم تعطي ان بون سيني على الاقل بور لي انفستيسور باش يقعدوا في تونس ولا العباد الاخرين باش تجي بون صعيب اللي باش يجي وهم على الاقل اللي كعبتين اللي مازالوا لنا باش يقعدوا اليوم نعرف سي مهدي انت عندك اكثر في المال في الدومين تاع المال والاعمال اليوم كومون اون بو راسوري لي انفستيسور اترانجير ما نكذبوش على بعضنا ما نكذبوش على رواحنا معناها اليوم سي با لورجونس معناها حتى انفستيسور حتى مستثمر هو التونسي المستثمر التونسي ما يجيش يستثمر في بلاده لا على قلت لك على الاقل اللي عندنا الكلهم قاعدين يخموا على سوليوشن دروبلي وسي نورمال معناها شكون معناها عنده مشروع هوني ويشوف الحاله اللي قاعده تعيش فيها البلاد ويخممش على سوليوشن دروبلي دونك العباد الكل يلزم معناها نعاودوا نعطيو ثقه في المؤسسات نتاعنا وحتى في الاداره نتاعنا نحب نقول نحب نحيي الاداره التونسيه اللي لقيناها احنا كي كنا سعيد انا وسعيد وزراء معناها كانت عندها اداره خارقه العاده معبيه بالكفاءات وطنيه وخدامه معناها التسميات هذوما الكل ضعفوا الاداره نتاعنا وكان جاو يقويوها ما فما حتى مشكل احنا كلنا حبوا الاداره تقوى اما ادارتنا كانت قويه وكانت معناها توفر بالكفاءات الوطنيه اللي قاموا بواجبهم وقفوا معانا وخدموا معانا وعاونونا باش نركزوا بلادنا على سويقاتها قبل الانتخابات نتاع 23 اكتوبر هذاك معناها لازمنا نرجعوا له مستثمر يكون تونسي ولا اجنبي كي يجي باش يستثمر في بلاد يحب معناها تمنوا باداره قويه واضحه اي لا لا الوقت الحاضر ما عندناش الاداره هذه دونك المستثمر ما يجيش انا كراجل اعمال عندي انتين هوني في تونس وكان ما جيتش تونسي كل صراحه راني سكرتها معناها انا تو قاعد او كونترير نكبر فيها اما سي با لوجيك على كل حال حديثنا مازال متواصل معكم في اخر نص ساعه معنا في الانترفيو لكن ناخذ بوز صغيره مع البيوب ثم نسمع امينة فاخت حبيبي على كابا فيم العشره درجين على كابا فيم مرحبا بكم جديد في كابوتشينو نكملوا معكم حتى ال11 ما تنساوش بعد موجز العشرة ونص نمشيو للعاصمه المصريه القاهره مع وليد ابو تمام للوقوف حول اخر المستجدات خاصة بعد ما تم القبض على مرشد الإخوان المسلمين كيف وين واصلة المفاوضات في مصر حول الخروج من الأزمة المصرية هذه الكليكة نعرفوها بختيغ من 11 غير 4 مع مفادنا على عين المكان وليد أبو تمام ولكن كملوا مع ضيف الانترفيو حتى للعشرة ونص في مهدي حواس مرحبا بكم جديد سعيد العادي مرحبا بكم جديد كنا نتحدث حول سبل اليوم إنقاذ على الأقل الاقتصاد الوطني في تونس ولكن هذا من نجمو نحكيو اليوم على بلان سوفتاج ايكونوميك الا ما نحكيو على ستابيليتي تكون بوليتيك على الاقل وتكون افيك اون فوي دو روت بيان ديتيرميني افيك ان كالندري بيان بريسي اليوم امام الدعوات وامام اللقاءات هذيا المتكثفه يعني اليوم في تقديركم حركه التمرد ولا كيف الاعتصام الرحيل اللي صاير في باردو هل باش يقدموا المعتصمين على الاقل تنازلات خاصه وقت اللي نشوفوا اليوم لو كان رشحوا صوت العقل نجمو نمهلوا مثلا المسوده تأسيسي شهر باش انه يعطينا دستور يمثل التوانسة الكل ما يكونش دستور حركة النهضة وما يكونش فيه كيف الأحكام الانتقالية اللي شفناها انها تأسس إلى ديكتاتورية جديدة 100% دستور فن الظروف هذيك هي السؤال الحقيقي فن الظروف كان نرجع شوية حتى 6 شهور التالي كل شهر نسمع الشهر الجاي باش نكمله شهرين ونكمله
معناتها ذولي اليوم المطالب تاع جبهه الانقاذ واضحه فيما يخص المرحله هذه، ولابد مش نمشيو في التمشي هذا معناتها ذولي بدون اي اقصاء في المرحله القادمه في مصلحه، ولا مش نشحوا المسار للمرحله هذه الحساسه اللي قاعدين عايشينها اليوم، ونرجعوا لظروف اللي تخلينا معناتها نرجعوا للمشاكل الحقيقيه نتاع البلاد نتاع التوانسه اليوم فيما يخص النمو، فيما يخص الاستثمار، فيما يخص المشاكل الاجتماعيه والتشغيل والاقتصاد. نحب معناتها نذكر اللي بلادنا عندها كل الامكانيات باش تخرج من الازمه هذه، معناتها كان ثم الاراده السياسيه واضحه، رؤيه واضحه، عندنا كل الامكانيات باش نخرجوا من الازمه هذه على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. معناتها بلادنا عندها كل الامكانيات نعودها، والبرامج موجوده معناتها اليوم، البرامج فيما يخص الاصلاحات الاساسيه اللازمه فيما يخص القانون الجبائي، فيما يخص منظومه التعليم، فيما منظومه التكوين، فيما يخص منظومه الماليه، المنظومه الماليه نتاع بلادنا، فيما يخص معناتها حتى البرامج نتاع الاستثمار، كل شيء موجود. اما في الظروف الحاليه نتاع البلاد حتى مستثمر مش يجي لبلادنا، لا من الخارج لا تونسي مش يستثمر كما كان يقول مهدي قبيلة، واحنا حاشنا من ناس مش تستثمر مش على مدة ولا فترة قصيرة، أما للمستقبل وتعطي الأولوية للتشغيل، وتعطي الأولوية للاستثمار الحقيقي للتنمية افيك كرياسيون دو فالور للمستقبل، مش يبدا ان انفستيسمون اللي مش اليوم معناتها يحط فلوسه اليوم يحبهم غدوه ياخذهم. معناتها اليوم في الظروف الحاليه اللي مش يجي معناتها سي دي كور تيرميست، معناتها سي كما نقولوا ديكو، وعندنا كل الامكانيات. وذول لي معناتها حتى الحكومه اللي كنا فيها مع جلول، مهدي، عبد الرزاق وغيرهم، معناتها حتى حضرنا برنامج ونحب نرجع تو حتى كيف ما يخص الانتخابات تاع 23 اكتوبر، و معناتها البرامج اللي خرجوا معناتها ماذا بينا نحاسبوا تو اللي تقدموا به حركه النهضه فيما يخص 400 الف موطن شغل وينهم فيما يخص معناتها يظهر لي بلادنا في حاجه مش نرجعوا حقيقه للمشاكل الحقيقيه، هي اجتماعيه اولا، والمشاكل الاجتماعيه ما تتحل كان ببرنامج اقتصادي واضح، والاقتصاد ما ينجم يقوم على ساقيه كان ما يبدا عندنا مناخ اللي يخلي الاقتصاد يمشي. الانجازات من بعد عامين نشوف قداش من معناتها وصلنا النوتاسيون سوفرين تاع البلاد ولينا بي تو معناتها. Il faut très rapidement qu'on inverse cette tendance-là. Et pour inverser cette tendance-là, ما ثمش حل اخر كحكومه انقاذ وطني معناتها اللي تلتزم المرحله هذه برنامج عاجل على فتره نتاع 6-9 اشهر ولا حتى عام باش نجموا ننظموا انتخابات في مناخ اللي خلينا ننظموا الانتخابات، باش من بعد نمشيو مرحله نتاع 5 سنوات وين يبدا برنامج واضح اللي يهز بلادنا للبر الامان. جوستومون اليوم سي مهدي وقت اللي نتحدثوا على ان بلون سوفتاج امبوزي باغ لا فامي على الاقل هذايا يقلق. وسمعنا برشا كلام وسمعنا خبراء يقولوا ما كرناش وما والقرض هذايا راهو باش يعني كان ما يطبقش على ليتخ باش تصير برشا حاجات في الاقتصاد التونسي، باش نجموا نوصلوا باغ اكزومبل الحاله مشابهه لحاله اليونان اليوم. اليوم لا فامي هل هو لو سول ريكور امام الاقتصاد التونسي والا يا دوتر التيرناتيف نجموا يا دوتر روميد دوتر سوليسيون ممكنه على الاقل اكور تيرم؟ ce qui est certain qui تخلط توصل تقول FMI يجي يعاونك سي كو فريمون وصلت مش للجنت دونك هذا معناها كي مشينا للFMI سي اون تري موفيز نوفيل. ونذكر اللي اخر مره معناها طلبنا الFMI يجي يعاوننا ولا يخرجنا من ازمه وقتها 84 سامحني وشفت القرارات اللي حب ياخذهم الFMI معناها لا كاس دو كومبونساسيون. اليوم الباكيت 190 ملي وكانت نحي لها الكومبونساسيون تاعها معناها تفوت 300 لا معناها تفوت 300 ملي نجموا ولا ما نجموش. هذه الحاجه الاولى. حاجه ثانيه كما قال سعيد من بكري معناها هذا باش نمشي للFMI بور كومبلي مون فون دو رولمون
وانا عندي بلاد عندها بوتنسيال اكستراوردينير. تعرف ال 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 بوتنسيال نتاع بلادنا اون بو تريبلي في 10 سنين. وكان تعمل معناها بلان تريبلي لو بي بي بيان سور تريبلي لو بي بي معناها 50 مليار دوني في تونس سي ريان دو تو. نجمو نخلطو ال 150 من غير حتى مشكله من غير حتى مشكله. جوست اعطي شويه ستابيليتي, اعطي رؤيه واضحه, واعطي الفرص للمستثمرين معناها باش ياخذوا وقتهم وباش يحطوا فليساتهم في مشاريع كبرى باش ينجموا يكونوا المواطن شغل ويكونوا لا ريشيس. هذا معناها سي لا بريوريتي. وحسب رايي يلزم معناها في اقرب وقت نعطيو تاريخ للانتخابات الجايه باش كل حزب يبدا يخدم برنامج نتاعو يفسره لنا ونجم نحاسبوه على البرنامج نتاعو. مش اللي هذا يجي يقول لك النجم 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 وكي ياخذ السلطه تشوفوا مش مطبق البرنامج نتاعو. تو كي هولندا ترشح في فرنسا ترشح برنامج 60 نقطه وكل يوم يقول لك انا حاسبني على النقاط نتاعي ويحاسبوا فيه على النقاط نتاعو. هذاك معناها الديمقراطيه اللي لازمنا نخلطوا لها ونوصلوا لها. وحب زاد نقول معناها البلاد نتاعنا كما قال سي سعيد احنا عملنا برنامج قدمناه للجي 8 وقتها في ماي 2011 واضح افيك ان بلان 3 ايتاب 5 مليار توت سويت 25 بعد 125 بعد معناها باش يوصل البلاد نتاعنا ينجم تنجم تكون وهذا انا مأكد ومتفائل تنجم تونس تولي سويسرا نتاع البحر الابيض المتوسط من غير حتى شك. تنجم تكون سنغافور نتاع افريقيا خاطر السوق العالميه نتاع غدوه هو سوق افريقيا. وكيفاش باش تنجم اوروبا تخلط لسوق افريقيا حتى حاجتها معناها ببلاد امبورتاي اللي هو ينجم يكون تونس من ليبيا تنجم تكون المغرب نجم تكون المغرب ولا نجم تكون المغرب ليبيا لا خاطر ليبيا عندها امكانيات اللي ما عندناش ولا نجم يكون المغرب العربي خاطر نحب نقول اليوم النيفو باقي نحكيو على لي زيديو في المغرب العربي سي لي بلو فابل في اوني موان دو 1% دي زيديو مونديو عالميه اليوم. دونك هذا كل ما يصير كان ما يبدا عندنا مناخ اللي يخلي الاقتصاد يقدم. وكان سي مهدي يحكي على لا كاس دو كومبونسيسيون المشكله تو لو اف ام اي ما نجمش نحيها. احنا الاهداف لازم كيفاش غدوا المواطن التونسي من غير ما يتهمش يبدا عنده الامكانيه مش يخلص الباكات 250 ويحسن في الوضعيه نتاعو مش تقعد تجي من الفوق تقول له نحي الكومبونسيسيون او ديبان نتاع المواطن التونسي معناتها اي سا يفو كري دو لا ريشيس. بور كري دو لا ريشيس معناتها لازم تعطي الاولويه كري دو لا ريشيس و كري زاد العداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه مش باش تبدا تخليهم دون اون سيتواسيون دو ديبوندونس بارابور ان كاس دو كومبونساسيون اما تخليهم يبداو عندهم الامكانيه باش يقدموا وما غير باقي نسمع الاسانسور سوسيال. للاسف الشديد اليوم حاجتنا بالمون تشارج سوسيال في بلادنا دو نوفو دو مون تشارج سوسيال ما غير حتى تونسي ما يقعد على حرف الطريق منسي. وهذيك هما معناتها لازم اسي رابيدمون حكومه انقاذ وطني باش نمشيو للانتخابات القادمه وتبدا عندنا فتره نتاع 5 سنوات برنامج واضح فيما يخص مقاومه الفقر. وهذا ما يصير كان في اليوم وقت نتحدثوا على الاقل بور لانفستيسور على الاقل نتحدثوا على مراجعه مجله الاستثمار اون اورجونس. اليوم شنو ابرز الخطوط العريضه لازم تبدل في مجله الاستثمار بور انسيتي لانفستيسور معناها اترونجي اي تونيزيان باش يجيو يعملوا انفستيسمون في تونس؟ ثقة. الثقة أول حاجة، الرؤية ثاني حاجة، والبقية تطبع. أول حاجة الثقة معناها، الثقة توا كي باش تجي أنا باش نجي نستثمر في تونس، وين باش تهزها أنت؟ تونس تحبها كيفاش تحبها تولي؟ تحبها تولي بلاد سياحية، تحبها تولي بلاد فلاحية، تحب تحط لي زيفور على الخدمات، لازمك تعطيني أنا الديريكسيون اللي باش تحب تهز فيها البلاد باش أنا كمستثمر نعرف روحي باش نحط نبني وتيل ولا باش نعمل شركه دون لي نوفيل تكنولوجي ولا باش نعمل ديزانفستيسمون في الفلاحه. دونك هذه الفيزيون يلزمك تعطيها لي باش نعرف روحي انا وين نحط فليسيت ويلزمك تعطيها لي على اللون تيرم. ورا الفيزيون هذه يلزمك معناها التمني اللي الاداره
باش تطبع الدوله وباش تطبعني انا. هذوما هما لي كونديسيون اوبليغاتوار. معنا عندك الاستابيليتي، عندك الامن، عندك الرؤيه، عندك الاداره. بدام هذوما ثلاثه مش موجودين اكيد باش تلقى مستثمر يجي باش يضرب ضربته في ساعه في ساعه، معناها يحط 100 ويخرج 120. اما هذا ما حشناش به، ما عادش حشنا به. انا حب المستثمر اللي يقعد، اللي باش يحط 100 تولي 120، لكن ال 20 يعاود يحطها ويعاود يحطها ويعاود يحطها. وهذا هو المطلوب. سي سعيد، اليوم لو كان نخلي لك المجال وانك توجه اون ليتر اوفيرت للسياسيين في تونس، وخاصه القوى الديمقراطيه، من انه نعرفوا اليوم بانه القوى الديمقراطيه مشتته في البلاد، ماهيش قاعده تحاول انها تلتحم. كل مره نحاولوا انه نقولوا جايتنا مصيبه مثلا في تونس، انها باش تلم الناس الكليكه، ولكن يمكن بعد الصدمة الأولانية نرجع نتذكر الخلافات متاعنا وننساو مصلحة تونس. وهنا قاعدين نشوفه من 25 جويلية إلى حد الآن ما فماش الماتوريتي هذه. يظهر لي مانيش موافقك حسن فيما يخص الماتوريتي، خاطر جبهة الإنقاذ اليوم. إيه جبهة الإنقاذ هذيك حاجة سي سي تشوز. إيه معناتها إحنا تو العمل. لا مش حاجة باغ. يظهر لي العمل السياسي اليوم إحنا كسياسيين وإحنا في التيار الجمهوري على الأقل مع الآخرين زاد. يظهر لي اليوم شبكة الإنقاذ سي اون رياليتي، وثم هياكل جهويه ومحليه كمان محليه تكونت في فيما يخص شبكة الإنقاذ، خاطر واعيين بخطوره المرحله اللي قاعدين عايشينها اليوم في البلاد. وذول اللي كان قارنوا ما بين 23 اكتوبر 6 فيفري 25 جويلية واليوم، يظهر لي فيما يخص نجم نقولوا المعارضه اليوم قاعده تتهيكل. وانا متاكد اللي شبهة الإنقاذ غدوة مش تولي معناتها قوة سياسية اللي تنجم غدوة معناتها تربح الانتخابات وباش تربح الانتخابات المرحلة القادمة. هو مش الهدف، مش واحد يربح الانتخابات، المصلحة الوطنية قبل كل شيء. والهدف متاع شبه هذه يبدأ برنامج واضح فيما يخص المرحلة القادمة. احنا كيف ما قلت لك قبيلة معناتها رؤيتنا ما تبدلتش. شوفوا الوضعية متاع البلاد، لابد مش القوى السياسيه بصفه عامه عندنا منافسين، ما عندناش اون با دمي. كل تونسي عنده الحق في بلاده، كل تونسي عنده الحق في بلاده. لازم المرحله القادمه معناتها القوى السياسيه كلها نتاع المعارضه اليوم نتاع الترويكا، كان المرحله هذه نعديها بسلامات ومش نعديها بسلامات. لابد مش نرجعوا العقليه نتاع المرحله هذه، لابد مش تبدا on prend conscience الخطوره اللي قاعد البلاد عايشتها اليوم فيما يخص الارهاب، فيما يخص العنف، فيما يخص حتى النيفو ايكونوميك الاقتصادي. باش نوصلوا للمرحله القادمه بعد معناتها برامج واضحه. ويظهر لي القوى التقدميه الديمقراطيه اليوم امام معناتها لحظه تاريخيه. On saura relever le défi. أنا متأكد en tout cas qu'on saura relever le défi. مش تبدا عندنا أوسع شبهة للمرحلة القادمة. المرحلة القادمة. على كل حال نشكركم، نخليك لمدة لفا سي مهدي من بعد خليك سي سعيد لمدة لفا. تفضل. أنا شو نقول لك، أنا شوي أوبتيميست متفائل، خاطر كي نحكي مع المواطن بسيط في تونس نحسه واعي ونحسه يحب بلاده ونحسه وطني ونحسه معناها يحب نخرج من الأزمة هذه في أقرب وقت. ويظهر لي معناها تونس أونكور أون فوا عندها بوتنسيال إكسبسيونيل وتنجم تولي، وكان معناها كلنا اليد في اليد نحطوا المصلحة الوطنية قبل المصلحة الفردية. تنجم تولي في أقرب وقت، معناها في 15 سنين نجمة في افريقيا، كما نقول لك انا سويسرا نتاع الميديتراني ولا سنغافور نتاع الافريك. وهذا معناها سي اون كونفيكسيون، سي اون كونفيكسيون. ان شاء الله على كل حال سيد العادي خليك كلمه الختام. انا بيدي متفائل خاطر اللي قاعدين عايشينه اليوم في تونس رغم الصعوبات اللي قاعدين عايشينها ومواطنين تونس قاعدين عايشتها اليوم. يظهر لي المرحلة هذه كان كيف ما قال سي مهدي حطوا مصلحة المرحلة في المرحلة هذه، مصلحة البلاد فوق الحساب، باش نمشيو للحكومة الإنقاذ هذه كيف ما كانت الحكومة نتاعنا المرة الأخرى اللي توصل بلادنا في أفضل الظروف إلى بر الأمان باش نكملوا المرحلة هذه.
وانا زاد متفائل اللي تونس عندها كل الامكانيات مش تخرج من الازمه هذه بصفه ايجابيه. اما معناتها قداش مش نتحملوا المرحله هذه وقداش المواطن التونسي وقداش البلاد نجم تحمل. اليوم وصلنا مش لجانتا معناتها انتهى اليوم حتى من باب الوطنيه. قلت لي شكون مش نتوجه للاحزاب تاع الترويكا، كان عندهم شويه وطنيه وكان عندهم شويه حتى يرجعوا للي قالوهم بعد انتخابات 23 اكتوبر وين كانوا ملتزمين تاع فتره تاع عام. هذول اليوم وصلوا البلاد لازمه ثقه، ازمه اخلاقيه في البلاد، لابد باش يقيموا رواحهم وكان عندهم شويه وطنيه يمشيوا في اتجاه نتاع حكومه انقاذ وطنيه. ان شاء الله الرساله نتاعك توصل على كل حال، وباهي برشا كي ختمنا بالتفاؤل. شكرا جزيلا لكم سي مهدي حواس. سعيد العادي كنت ضيفنا في الانترفيو شويه اخر، موعدكم مع اخر المسجلات الوطنيه والعالميه في موز 10 ونص على كباف. يا حبيبتي يا مصر شادي توصل ل 11 غير درجين، مرحبا بكم من جديد في كابوتشينو. نكمل معكم ال 11 في خمسه دقائق، نستقبلوا مع بعضنا مباشره من العاصمه المصريه القاهره وليد ابو سعود. وليد صباح النور. وليد حسن الحمد لله. وليد في خمس دقائق لو تسمح، يعني أبرز ما صار خلال 24 ساعة الماضية في مصر، وخاصة بعد ما تم القبض على مرشد الإخوان المسلمين هذا الصباح في القاهرة. لك الخط وليد تفضل. انت عارف اللي حصل امبارح، ان في مجزره باشا مصر المصريين سحروا امبارح او استقبلوا مجزره باشا حصلت في مدينه رفح تعكس الخفه والخيانه، عندما قام مجموعه من الارهابيين باستخراج سيارتين لمجموعه من المجندين اللي انتهت خدمتهم واوقفوهم وربطوا ايديهم واطلقوا عليهم ونيموهم يعني على الارض بحيث انه يبقى نايم على بطنه، واطلقوا عليه الرصاص. العدد 25 مجند او يعني 25 مجند تم قتلهم بهذه الطريقه حسن. البعض يتحدث عن وجود تصريحات لاحمد عارف المتحدث الرسمي لجماعه الاخوان المسلمين ان هذا ياتي ردا على مقتل 38 سجين من الاخوان المقبول عليهم الذين كانوا قد حاولوا الهرب من سجن ابو زعبل وتم قتلهم اختناقا بالغاز. وهو شيء ان كان صحيحا فهو يدل على خفه وخيانه لا بالغه، وهو عوده لما كان يحدث في الارهاب في التسعينات، وهو نفس الطريقه التي كان يستعملها الارهابيون في فتره التسعينات عندما كانوا يقتلون مجموعه من ضباط الشرطه. كان بعدها هذا اثار غضب شديد جدا لدى مجموعه من لدى الشعب المصري وحزن شديد جدا، ولكن سبحان الله وسبحان مغير الاحوال ينقلب هذا الحزن الى فرحه كبيره مساء عندما تم القبض على محمد بديع المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين. وهو مختبئا في احدى الشقق في مدينه رابعه، وتؤكد المصادر انه كان في ان الشقه كان بها ستة نساء، وكان معه احد مسؤولين من حركه حماس الجناح العسكري لحركه حماس، وكان معه المتأحد من احد المسؤولين حسام توفيق المسؤول عن الاوقاف العامه، واحد المسؤولين عن الاوقاف العامه في جماعة الإخوان المسلمين، وتم تحقيق معه وتم ترحيله إلى سجن العقرب كما تؤكد بعض الروايات. تشير بعض التقارير إن جماعة الإخوان المسلمين بعدها مباشرة قامت بتعيين النائب أو الرجل الحديدي كما يسمونه، هو الرجل الدموي في الجماعة محمود عزت، مرشدا عاما جديدا خلفا لمحمد بريرة. أنا أقول أن محمود عزت هو المرشد الفعلي، يؤكد البعض أنه كان المرشد الفعلي للجماعة، فبالتالي نحن نواجه عدوان حقيقة الذي يدير الأمور بالفعل. محمود عزت هارب الى حركه حماس في غزه، وهو ما يشير بوضوح وصراحه الى 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 دور حماس الحقيقي ومهمتها الحقيقيه حاليا، حيث توقفت عن قتال عدوها التقليدي واصبحت تقاتل الشعب المصري. هناك بعض التقارير تتحدث عن ان محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان مقبوض عليهم بالفعل منذ بعد سنه رابعه، ولكن الشرطه المصريه تؤجل الاعلان. بعض التقارير امس كانت تتحدث عن ان من ارشد عن بديع هو احد رجلين، هو الا محمد بلتاجي او صفوت حجازي طلبا للحمايه او لبرنامج شهود الملك، وهو ما لم يتاكد حتى الان. جماعه الاخوان المسلمين اعتقد انهم في حاله من يعني نتيجه الضربات الامنيه المتلاحقه لمجموعه سيناتهم. فقدنا الاتصال بوليد ابو سعود.